الحلويات بتساعد على إنجاب البنات، وأكل الجوز بيساعد على إنجاب الولد، واللبن والأجبان كمان بيساعدوا على إنجاب الفتيات. هيدي الأقاويل صحيحة أو لا؟ ولد أم بنت، هل بيحددوا الطعام؟ الإجابة على كل هالأسئلة اليوم راح تكون مع اختصاصية التغذية كريستال بدروسيان. أهلا وسهلا فيك كريستال. ميرسي، ثانك يو. بدنا نرحب فيكي، واكيد اليوم الحديث عن الصبيان والبنات، صبي ولا بنت. ولكن هيك بالبدايه كسؤال عريض، هل مزبوط في علاقه للاكل بانجاب الصبيان والبنات؟ دغري هاي من الاول، هاي من الاخر. هلا اكيد اليوم رح نحكي شو هن القصص اللي بنفكر فيها، اذا مزبوطه ولا لا، اذا في دراسات ببرهنوا هالشيء، واكيد رح اعطيكي رايي. وذكرنا السمك، نسينا نذكره انه بقولوا تاكل سمك بتجيب كثير في قصص كمان صبي. صح، في كثير انواع من الماكولات وكثير ثيوريز او افكار بفسروا لك اياها على طريقتهم، وتيقولوا انه الاكل بياثر بطريقه يعني ما رح نجاوب بالاول بنعم او لا، رح نترك سسبنس للمشاهدين. صح. تنبلش بارتباط الاكل وعمليه الانجاب، بس لازم نحضروا كل الحلقه من الاول للاخر حتى ما يسمعوا من النص ويفكروا انه عم نقول شيء بركي مش كثير مزبوط او مش كثير. صوبي، شو رح تبلشي؟ باي عنوان؟ بعنوان انه ليه اول شيء الواحد بضلوا عم بفكر انه هتا نجيب صبي او بدنا نجيب بنت. هدول الاسئله اكثر شيء بتبلش لما يكونوا جابوا شيء ثلاث صبيان، بصير يفكروا انه لا بدنا البنت، بصيروا ينبشوا على الانترنت. او العكس صحيح، اذا جابوا ثلاث بنات وبدهم الصبي تيجي، ببلشوا ينبشوا ويشوفوا شو هن الطرق. مرات بيعملوها مزبوطه مش مزبوطه، مرات بيأذوا حالهم. مشان هيك بدنا نحكي شو القصص الاوكي فينا نعملها، بركي ما كثير رح تاثر بس ما بتاذينا، بس في قصص لا اذا عملناها طبعاً. شو هي القصص اللي لازم نعملها مثلا ضمن الدراسات وضمن الابحاث وضمن الطب يعني والبيولوجيه يعني لازم تنفهم شو هن القصص اللي معقول نقدر نعملها؟ بدنا نفهم اول شيء انه طبيا نحن بنعرف اذا الخليه حامله الكروموزوم اكس او اكس من عند الرجال رح يطلع بنت، واذا كان حامل ايجريك او واي رح يطلع صبي. طب بما انه هيدا الشيء خلص 50-50 او صبي او بنت، شو الشيء رح يغير واللي نحن بنعرفه انه هيدا هو عن جد خلص رح يطلع صبي او بنت؟ شو هن القصص اللي فكروا فيها العالم او الطب او الدراسات تيقولوا بركي بنقدر منغير شيء؟ هو قالوا انه بركي اذا اكلت المراه انواع معينه من الاكل او بالدايت تبعها كان بنطاق معين بغير من صحتها وبغير من التكوين اذا بدك تبعها او الفيتامينز والمعادن والفيتامينات تبعها، اللي رح يخلي او الخلايا الاكس يضلوا عايشين او يموتوا او بالعكس يخلوا الايجريك. دونك هيدا هو المنطلق اللي مشوا عليه تبلشوا ينبشوا اذا الدايت. مع انه هون للتنويه انه عاده الرجل هو اللي بيحدد اذا صح. ذكر او انثى، بس هون اكلات المراه هن كمان يلي رح يساعدوا بالتحديد، لان بصير نسمع اما عندها ثمان بنات جابت بنات مثل امها، مع انه هي بتكون مش مثل امها من الرجل. من الرجل بس هون نرجع يمكن لفكره شو تغذيت على شو ركزت تساعدت هالاكس او الايجريك حتى يضلوا. صح، هذا هو اللي بدنا نشوف لاي درجه معقوله اكلها رح ياثر على هيدا الشيء. اول دراسه والوحيده اللي انعملت اذا بدك نحكي طبيا هي دراسة انعملت بلندن ب 2008، يعني هاي هي الوحيدة اللي عنا إياها. أوكي. درسوا 780 مرة حامل. نعم. وسألوهم شو كانوا عم بياكلوا أول ما حبلوا وقبل، لأنه وانس حبلوا خلص ما بقى قادرين يغيروا شيء. بقى تبعهم وشافوا ودرسوا وشافوا شو هن القصص الانكومن او المتشابهه بين النساء اللي جابوا صبيان والنساء اللي جابوا بنات. كريستال، يعني بنعرف ضمن الطب دائما بيقولوا انه ما هيك في بنات اكثر بالعالم، لانه البنت يعني الكروموزوم اكس هو اسرع واقوى من الكروموزوم واي. هل يا ترى لذلك مزبوط. يعني في بنات بالعالم اكثر ما في رجال؟ هو مزبوط، الكروموزوم اكس هو اقوى، يعني بيقتلها للكروموزوم واي وقت يكون هو مش بيقتلها، بس هو رح يوصل اسرع. دونك في تشانسز اكثر، مع انه نحن بنقول 50-50، ولكن من خلال الدراسات اللي انعملت بامريكا واللي طلعت ب 2004 تبين انه لا، مش في بنات اكثر بالعالم. لكل 1000 بنت في 1050 صبي عم بيخلق. يعني في شوية اكثر صبيان من بنات، بس اللي عم بيموتوا للاسف بالحروب. إيه؟ يعني الرجال، مشان هيك لما يعملوا احصائيات عم بركي بيطلع بس بعدهم الصبيان اكثر. حافظوا على حياتكم تنضلنا ايكول. اكزاكتلي.
ما مش هيك جمهورية كلها بنات يعني في محلات هيك كلهم خاصة بلبنان مش رح نحكي عن الوجود النساء بلبنان هون أكثر يعني بالنسبة للستاتستيك حسب ما طالع أكيد لا نحن عم نقول قد ايه خلقوا لتسي بأمريكا لأنه أكثر دراسات بتكون دقيقة هي بأمريكا الدراسات فرجيت إنه خلال كل هالفترة اللي اتبعوها وعملوا تشافوا قد ايه عم بيخلق صبيان وقد ايه عم بيخلق بنات ريجاردلس أوف ماتوا صار لهم شيء هن الصبيان شوي أكثر من البنات الحمد لله الحمد لله ولكن من خلال اخر 40 سنه عم ببلشوا يخفوا شوي الصبيان بعدهم اعلى من البنات ولكن عم بخفوا وليش رح نحكي ما هيدي هل في سبب معين هل في سبب شوي لدراسه بريطانيا صح. لان اكيد يعني طلعوا ببعض النتائج طالما انعملت الدراسه اوكي شو طلعت بهالنتيجه؟ اولا هل في صله بين وزن المراه وال اذا صبي ولا بنت؟ لا هذا شيء مهم هلا رح اقول لك ليه ثاني شيء هل اذا دخنت او شربت قهوه في صله؟ لا طب شو هو في صله؟ لاحظوا انه النساء اللي بتاخذ وحدات حراريه قد ما هي بحاجه لجسمها يعني ما كثير دايت ما كثير الكالوريز تبعها خفيفين عم بيطلع الولد صبي هيدي اول صله عم بلاحظوا فيها قد ايه الفرق؟ جابوا بدل 50-50 بنات و50 صبيان جابوا 56% صبيان اللي اخذوا كالوريز اكثر بينما البنات اخذوا اقل بسته يعني تقريبا 46 او 44 هون عم نحكي ما قبل الحمل او اثناء الحمل قبل الحمل قبل يعني الحمل خلص حبلي خلص ما بقى في شيء يعني قبل الحمل سو ما لازم تكون عم تعمل دايت يعني أبداً. بمعنى او باخر قبل الحمل اكيد وهلا بدنا نقول في حال واحد بده يتبع هالدراسه شو لازم يعمل سو قبل الحبل الحمل اذا بدك لاحظوا الاكل كثير كالوريز او قد ما لازم كالوريز طلع لهم صبيان بينما الخففوا الكالوريز تبعه طلع لهم بنات ثاني شغله لاحظوها وهي كمان بتخص لانه اخذوا كالوريز اكثر عم يطلع لهم مواد غذائيه اكثر اللي بتاخذ بوتاسيوم اكثر فيتامين سي فيتامين دي وفيتامين بي 12 عم بيطلع لها اذا بدك تشانسز اكثر يطلع معها صبي من بنت هون نحن عم نحكي خلال الاكل او خلال الحبوب مثلا لا من الاكل يعني فيتامينز عاديه من الاكل ان جنرال وخاصه الكورن فليكس في نقطه كثير غريبه سلطوا الضوء عليها انه النساء اللي عم تاكل كورن فليكس اكثر من مره بالاسبوع عم بيجيبوا صبيان اكثر من النساء هلا بينقطعوا من السوق ليه عم ياخذوا اكزاكتلي انا اذا بدهم صبيان اللي هو شيء هين كثير واحد ياخذ كورن فليكس يمكن غير اشياء فيتامينز بده يحسبهم ويعرف شو النوع اللي بده ياكله خلص التاني ياخذ كورن فليكس ويطلع لنا صبيان في شيء نوع معين؟ لا هو الحبوب الكامله لانه فيها بوتاسيوم زياده كمان اكثر تشانسز انه يطلع مع المراه وبالنسبه للبراند فليكس كمان البراون يعني صح الاسمر صح اسمر لانه فيه حبه كامله وكل المعادن من بيناتهم البوتاسيوم رح يكونوا موجودين بالحبه لكن اذا اخذوا كورن فليكس اكثر من مره بالجمعه بيطلع صبي اقل من مره لاحظوا انه عم بيطلع بنت ليه ليه لانه اخذوا كورن فليكس يعني اخذوا كالوريز زياده دون كمان بيرجع بفرج اول نقطه حكينا عنها انه ياخذوا مور كالوريز يتروقوا ياخذوا كورن فليكس والمعادن والفيتامينات اللي حكينا عنها تبين انه اجوا صبيان اكثر من ما اجوا بأثر اذا اخذناهم مع الفروتس مع الزبيب والهول اللي بيجوا لا فيهم لا ما فرقت هلا ما فاتوا هالقد ان ديتيل شافوا انه في صله انه هدول النساء كانوا كالوريز اكثر اجاهم اكثر تشانسز انه معهم صبيان 56% مش 50 يعني زدنا شوي 6% بس قبل قد ايه الفتره يعني تنكون كمان دقيقين قبل إيه؟ بقد ايه تما كمان يفلتوا على الاكل والكالوريز قبل بسنه قبل بسنه لا تقريبا هو 3 شهور تقريبا 3 شهور يعني اذا عروس جديده اول ما تتجوز بيبقى في ضيافات وعزايم غير بتجيب صبي اكثر وير بدي اكثر اذا عم نمشي على هالدراسه إيه عم بلبنان هيك عاده بس يتجوزوا بينصحوا شوي كله عزايم واهلا وسهلا اكيد وحكينا عنه هيدي بهديك الحلقه مزبوط. عن انه كيف العرس بخلي الكابلز نيناتهم وخاصه البنات تاخذ وزن كريستال بعد في يمكن شيء بخلال هالدراسه قالوها غير موضوع انه لازم ناكل كثير ونغذي حالنا ما قبل الحمل هلا هو ملفت للنظر انه الترويقه مهمه وخلت هدول النساء يكون عندهم معدل سكري اعلى من غيرها وهي اللي خلت انه يكون عندهم صبيان اكثر هلا هل دراسه مزبوطه ولا لا وشو رايهم فيها هلا بيقولوا انه اكيد
فكر الفكره المدروسه انه اذا في عنا اكس بيطلع بنت او واي بيطلع صبي، هيدا اكيد ما في شك فيه، ولكن نظرتهم انه هل بالدايت تبعنا رح نخلي انه خلايا معينه يموتوا قبل التانيين ويخلوا خلايا تانية بالعكس تعيش؟ ما بيعرفوا اذا هن الكالوريز اللي ساعدوا المراه انه يكون عندها صبيان اكثر، ولا هن المعادن والفيتامينات اللي حكينا عنهم مثل الفيتامين سي والبوتاسيوم هن اللي عم بخلوا انه المراه يكون عندها اكثر تشانسز يصير عندها صبي. يعني هدول الاثنين هن حتى بعدهم مش اكيدين. كريستال انتم بالبيت صبيان بنات مشكلين؟ ثلاث بنات. اه اوكي، لكن بدك شو ركبت انا صبي؟ بفتكر كثير من النساء بفكروا فيها اذا بدهم يحبلوا. اذا بدك يحبلوا بصبي او ببنت، ولكن اذا فتشوا اكثر وشافوا انه معقول يضروا حالهم، خاصه انه اذا انت بلشت بهيدا الدايت وكملت فيه وما عرفت حالك انك حبلي، صح، فيك تكوني عم تاذي حالك. هذه هي النقطه اللي بدنا نقولها. صحيح مثل ما بقولوا انه الحلو بجيب بنات والجوز بجيب صبيان، واكل السمك كتروا منه يا رجال ما قبل يمكن ما تقرروا تجيبوا ولد، كرمال يعني السبيرمز والى اخره يكون اقوى عند الرجل، او لا كمان كلها مثل ما بقولوا اقاويل بتنقال. هلا اذا بدك رايي، رأيي الخاص علميا، مع علميا اكيد علميا يعني من خلال كل هدول الريسيرش اللي جربت الاقيها، ما لقيت غير ستادي وحده بتحكي عن هذا الموضوع اللي خبرتكم عنها. هلا اذا الوحده بدها تتبع شوي هدول الريكومنديشن، واذا بدكم نرجع بنعيدهم اكزاكتلي، اذا وحده بدها تمشي على هذه الستادي فيها، لانه ما عم بتوقف نوع معين من اكلها ولا عم بتضر حالها. يعني منا مثل نوع ثاني من الدايت كمان فينا نحكي عنه اللي هو بيمنع انواع معينه من الاكل تيطلع لهم صبي او بنت، هي اكيد ينسوا امرها وما يتبعوها لانه رح يضروا حالهم. سو بهالطريقه زادت شويه تشانسز، مش مشكله، ولكن تعرف انه مش انه اذا عملت هالشيء رح يجي اكيد صبي. وكمان الفكره انت وقت تعملي شغله وتعمليها مع افار وتحسي بالاحباط اذا ما صارت، اذا ما صارت او انه بتكون كثير متامله، دونك لا ما تحط كثير امل. الستادي هي وحده انعملت وزادت شويه 6% من هال بدل 50، ايه انه ما غيرت 6 وما غيرت هيدا الشيء، فانه الافضل ما تمشي على شيء كثير منتظم وتقتل حالها تتمشي عليه. اهم شيء دايت فيه كل المواد الغذائية، كل المعادن، تحت ما تأثر لا على حالة ولا على الجنين. يا ريت ترجعي تفصلي أصلي قصة الكالوريز، أنه اللي بياخد أكتر تنكون واضحين قدي لازم ناخد كالوريز تقريبا بنهار. أوكي، هو عادة اللي لاحظوا أنه إذا المرأة عم تاخد قد ما هي بحاجة هون طلع لها صبيان اكثر، اذا اقل من ما هي بحاجه يعني حسب طولها ووزنها وعمرها عم بيكون اكثر ميله للبنات. بس ان جنرال لما حطوا شوي انه شو هن القصص اللي فينا نتبعهم، قالوا لهم انه لازم يزيدوا شوي الوحدات الحراريه بنهارهم تقريبا 400 كالوري عن قد ايه هن عم ياخذوه، اللي هو ما يوازن تقريبا وجبه بالنهار تقريبا 400 كالوري، او ناخذ عده مرات سناكات صغار تنقدر نوصل هال 400 كالوري. ولكن الملفت للنظر لما نقول طب كالوريز اكثر يعني صار وزنها اكثر، وهل يعني اذا وزنها اكثر جابت صبيان؟ لا، هون حددوا قالوا انه الوزن ما كان له اي رابط. سبقتينا على السؤال بهيدا، صح، قلت لكم ها اول شغله انه ما لقيوا ابدا في رابط بين الوزن وصبي او بنت. بس اذا اخذوا كالوريز اكثر مش عم بينصحوا؟ لا، لانه في يكون عم يعملوا رياضه بالمقابل، او يكون ميتابوليزم عالي، يعني او ميتابوليزم عالي يربطوا يلي بيحرق جسمه اكثر بركي من يلي يجيب صبيان اكثر. لا، هو لا ما فيهم، ما ربطوا، ما ربطوا هيدا الشيء، ربطوا انه شوي اكلوا اكثر، اخذوا فطور، مش تركوا حالهم من دير الترويقه، وخاصه ركزوا على الكورن فليكس، بفتكر لانه هن اغلبيه اكلهم كانوا عم بيكون على الترويقه الكورن فليكس. يعني هي الفكره انه تروقوا واخذوا كالوريز، هيدا هو الكونسبت. كريستال بالنسبه للمراه الحامل، لنقول اليوم اخذت الكالوريز اللي ضمنها يمكن لتحاول تجيب صبي والى اخره، طب اذا بدنا نضلنا اثناء الحمل ما بدنا ننصح وعم نمشي على دايت معين، يعني عم نروح عند دايتيشن عم بتمشينا وعم ناخد الكالوريز المنيحة للبيبي، شو معقولة يعني مثلا هون نقرر شو الجنس المعين اللي بدنا نجيبه؟ ابدا 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 اتقول لا، من اول ما يخلق الولد، يعني لما الخليه تبع المراه بتلتقي بالخليه تبع الرجال، هون صار عندنا محدد خلص
ما بقى فيها تعمل شيء لا باكله لا باي شيء ثاني. نحن كنا عم نحكي قبل ما يلتقوا ليه التقت الخليه تبع المره بالاكس مش التقت بالواي. فكره يعني يلي سائد انه من بعد الحمل اذا اكلت نوع معين بيكون هيك، ما في دلائل معينه لمرحله بعدين تعرف شو معها. برافو، هذا سؤال حلو كمان بينسال كثير. بنشوف مرات النساء بيعملوا كريفينج، يعني بتصير شهيتهم زايده على نوع معين من الاكل. اذا اشتهت السكر بصيروا يقولوا لها معك بنت، واذا اشتهت المالح بيقولوا لها معك صبي. هل هذا الشيء مزبوط؟ وليش بتشتهي المرأة؟ هل هذا الشيء مزبوط او هي بتتخيل انه عم تتشهى؟ شو رايكم؟ ما بعرف، اقول لك قصه نفسيه، هي بتصير تتخيل شيء بحير جدا. انا بعد تجربتي بقول لا، يعني انت بتقولي لا؟ بقول لا، بس في ناس مزبوط عندهم شهوه وانا شايفتهم بعيني، يعني أوكي. مزبوط شهوه فراز او كرز او شيء بيطلع عنده شهوه كمان اذا ما لبيناها، واذا ما لبيناها على السريع يعني بتطلع بالجسم. مزبوط. هلا الفكره هي انه لا مظبوطة شهيتها بتتغير. ليه؟ لأنه هرموناتها تغيروا. يعني إذا في مرة بلشت تتشهى أنواع معينة من الأكل، مش إنه كتير عم تتخيل، أكيد في الإفيه تبع إنه هي سامعة إنه المرة الحبلة بتصير تتشهى أكثر. هلأ نحن بنتشهى على أشياء ما بنشهى ما بنشهى وأكثر. كيف إذا مرة حبلة رح تقول خلص هلأ بدي أتشهى قصص ولا؟ لأن بيلبوا لها طلبة إنه حبلة بدها تشوها كثير. أكيد بيهتموا فيها. لا بس هو في شيء منه إنه هرموناتها بيتغيروا، وهن رح يخلوها الطعمة اللي عم تحسها تتغير، والسمال الريحه تبع الاكل تتغير. هدول الشغلتين رح يوجهوها صوب انواع معينه من الاكل، يعني او رح تصير تفضل المالح لانه رح يزعجها السكر، او بالعكس تفضل الحلو على المالح. وحتى كمان فيها تصير تفضل او ما تفضل كثير حار. وحتى كمان القصص اللي فيها دهون، في منهم بيبعدوا عنهم طلع نفسهم، ومنهم بالعكس. فيها تعمل وحده تيست مثلا لتشوف شو ممكن هي تقدر تفضل قبل او لا؟ ما بنعرف بتصيري تعالى بفتكر يعني كمان حتى كل ولد شيء وكل حبل شيء حسب المود تبعه. في مدخنات ما بيقعد فيهم يشموا ريحه دخان. الدخان صح، وفي ناس عندهم كثير صعوبه يوقفوا السيجاره هن وبفتره مزبوط. الحمل يعني مزبوط كله بعود لاول شيء مثل ما قلنا هرموناتها اللي عم تتغير. وثاني شيء في بعض القصص بتقول انه اذا هي جسمها مثلا ناقصها بروتين رح تصير تفضل وتحب اللحمه، او اذا بالعكس ناقصها مغنيسيوم تروح صوب الشوكولا، اللي هي اذا بدك طبيه اكثر من اول ريزن. اول ريزن اللي هي اكثر شيء لوجيك ومفهومه، وثالث ريزن معقوله تعمل كريفينج الايموشنال ايتينج، يعني نفسيتها اذا كانت معصبه تعبانه. هيدي بالحبل او برات الحبل في الشهية صوب أنواع معينة من الأكل، خاصة صوب الحلو. حلو. يمكن هون بصير الإيموشن للمالح. بس على سيرة الكريفينج وهيك، يعني إذا أشياء حلوة ومالحة وبتشهي طبيعي مثل ما قلنا إذا ما كانت حبلة بتستحليهم، بس في أشخاص بصيروا أو نساء حوامل يستحلوا أشياء ما بتخطر بالبال، يعني ممكن طبشور، دواء غسيل، يعني مزبوط. أشياء مضرة لإلهم. مزبوط، هدول إذا بدك برسنتج معين من النساء الحوامل تقريبا 8%. نحن بركي بنفكر انه لا ما نقطع حوالينا يعني. لا بامريكا وحتى كمان بغير، يعني ان كان برا بالخارج او بالدول العربيه في نساء حوامل بيتشهوا انواع معينه بتكون منا للاكل، خاصه الايس. في تبريرات علميه بس لهذا الشيء؟ اثبات. ايه؟ هلا رح فسر لك شو هو. انفيت هو او بتكون بتحب الثلج اوكي، او الطبشور، او مسحوق الغسيل، او مسحوق تبع الاسنان. هدول القصص بيتناولون، تفسيره هو بسيشيك، اكيد في مشكله نفسيه بتبين بركة عم تظهر ساعتها خلال الحمل وبتصير تاكل هدول الانواع. بس هيدي مش خطره على البيبي على الجنين؟ هيدا الشيء اكيد فيه يكون عادي، يعني اذا كانت عم تاخد ايس في بعض الاضرار الجسديه ولكن منا كثير. بس طبشور وتراب قد غير قصص اللي بتاثر فيها عليها او على الجنين، ولكن هون اكيد لازم تشوف الحكيم وتشوف الطبيب النفسي حتى تنحل هالمشكله. هالمشكله خاصه بس
منلاقي منها، يعني مش نفكر انه لا مش موجوده. بكل احوال مشاهدينا، اذا انتم عندكم تجارب خاصه حول الصبيان والبنات، شو عملتوا لحتى جبتوا صبي او بنت بطريقه بتنحكى على الهواء اكيد، يعني لان في علوميات شعبيه كمان ما بنحكي، مش وارد انه نحكي عنها. بس انت قد ايه من الاشخاص يمكن يلي قصدوا الكلينيك عندك سالوك ومشوا بهالبروسيدور او بروسيدجر واعطوا او اخذوا نتيجه منيحه صراحه؟ اكيد انا ما بتبع هذا الدايت، ولا مره خليت حدا يتبع دايت معين كرمال حتى ولا هي الدراسه اللي حكينا عنها، لانه مش عايزين صراحه. بفتكر الواحد شو ما بيجي بكون كاملة. ولا مره جربت غير دايت شخص كرمال يجي او صبي او بنت، لانه اصلا حتى البرسنتج ضئيل. اذا بالمستقبل زادت الدراسات وتبين قصص اكثر، ليش لا؟ اصلا كل يوم الدراسات بتتطور، بعد بصير في حبوب، تاخذي حبوب صبي او بنت مع التطور الطبي يعني. كريستال، رح نتوقف مع فاصل اعلاني وبنرجع بنتابع حديثنا اكيد مع اختصاصيه التغذيه كريستال بدروسيان حول كيفيه الانجاب صبي او بنت. اختصاصية التغذية كريستال بيدروسيان بعدها بضيافتنا، واليوم عم بتطل باللون الأحمر لا بالزهر للبنات ولا الأزرق للصبيان، وعم نتابع أكيد بنوع الرجيم والدايت شو ما بدكم أو المعتقدات وبعض الدراسات يلي بتخلي الحوامل يجيبوا صبيان أو بنات. في كمان الأشياء يلي بتنحكى دايما إنه اللي بياكل أسيد ممكن هالشي يأثر، أو يلي بياكل أشياء فيها ألبان أجبان بطريقة تانية، قد ايه كمان مظبوطة؟ وهي من زمان بيحكوا عنها. صح، هيدا هو الدايت اللي بيمنعه النساء أنواع معينة من الأكل، بصيروا يخلوها تفضل أنواع معينة، تقطع اللحمة أو الدجاج، أو بالعكس تفضل الحليب ومشتقاتها. هيدا المنطق وهيدي الفكرة هيدي خاطئة، لأنه عن جد ما في ولا دراسة قدرت تلاقيها على الإنترنت بتبرهن هيدا الشيء. هو شو المنطق تبعهم تنفسره كمان؟ بقولوا إنه في أنواع معينة أكثر أسيد، بتخلي كل ما تكون أسيد أكثر. مثل شو من الأكل اللي بتحتوي مثلا أكثر أسيد أكثر من غيرها؟ الحليب ومشتقاته، ما ضروري تكون هي أسيد، ولكن بتفرز أسيد زيت، بتعطي إنه جسمها للمرة صار أكثر إنه أسيد، مش جسمها، المطرح وين رح يتكون الجنين او يموتوا الاكس او الواي، يصيروا اسيد الميليو تبع المطرح وين رح يعيش البيبي. اذا كان اكثر اسيد اللي هن حليب ومشتقاته خاصه واللحوم والتركي، هدول القصص بيعملوا الميليو اكثر اسيد، يعني بخلي الاكس يعيشوا اكثر يعني البنات. بينما انواع معينه ثانيه من الاكل اللي بتركز على الفواكه والخضره بيعملوا هالميليو اقل اسيديتي، يعني بيقدر يعيش الواي اكثر فيها، يعني بيطلع لهم صبي اكثر. يمكن بالحديث عن هذا الموضوع في كثير عالم مثلا بيروحوا على الانترنت ببلشوا يقروا يمكن او ينزلوا حتى داونلود كتب او دايتس معينه لانجاب حتى صبي او بنت. انت بتحفزي يعني هالطرق كريستال؟ يعني بتقولون للعالم انه ايه جو فور ات، او لا بالعكس مش 100% سكيور يعني؟ صح. او امنه. هدول القصص خطيره لانه ما حيعرفوا ايهن الويب سايتات اللي فينا نوثق فيهم وايهن لا. حتى هدول الدراسات، هالدراسه اللي حكيتك عنها منا موجوده الا بالويب سايتس اللي عن جد كثير طبي، اللي بده واحد يقرا ستادي من اولها لاخرها تيعرف شو هي وكيف انعملت واذا عن جد دقيقه ومضبوطه وعلى قد ايه عدد. يعني مش كل شيء بنقريه على الانترنت ان كان على هالموضوع او عده مواضيع دائما بنحكي عنهم لازم ينتبهوا العالم منهم، وخاصه بهالموضوع لقيت كثير يعني أساس. يستشير طبيب احسن شيء. اكيد اكيد، او اختصاصي التغذيه اذا خاصه بالاكل، خاصه بهذا الموضوع. مثلا لقيت كتب حقهم $50 $100، اذا بديك صبي اشتري هالكتاب، اذا بدك بنت اشتري هالكتاب، وبقلب هالكتاب كمان شفت شو في بقلبهم، في بلان شو تتروق، شو تتغدى، شو تتعشى على 14 يوم، وبيرجع بقولوا ال 14 تانيين، يعني بيعملوا لها للشغله كومبليكيشن بعقدوها، بس بركي تحت يقولوا للعالم انه هذا شيء كثير مدروس، لانه بتعرفي كل شيء معقد وتحسي انه اعملي 1 و2 مع ستيبات، بتقولي هيدي الشغله خلص مدروسة، ولكن بتكون أكيدة مش من دراسات يعني بس كتبوا هالكتب.
صراحة لا. لا، لأنه ما في ولا دراسة غير اللي بيبيعوا الكتاب، يعني بعدين شو بدك تلاحق صاحب الكتاب؟ صح، في كثير قصص تجارية بتكون، وخاصة موضوع الأكل إن كان ما في كثير دايتس أصلا بيحكوا فيهم، يعني غير اللي تبع الحمل، يعني ياما بتفوتي على الإنترنت بيقول لك امشي على هذا الدايت أو إلى آخره. وإذا واحد بده يمشي بالبروسيجر يلي قلتيها، شو النقاط كيف بده يتبعها تيكون مضبوط عم يمشي خلال هالدراسة؟ نحن رح نقول إنه بس من وراء هالدراسة شو حطوا نقاط؟ إنه بدها تشانسز اكثر او شوي بوسيبيليتي اكثر انه يكون معها صبي، اول شيء ممنوع تتجنب وجبه الفطور لانه وجبه الفطور اساسيه. ثانيا وحدات الحراريه اللي هي لازم تاخذها لازم تكون على قد ما هي بحاجه لها كرمال وزنها وطولها وعمرها. نعم. وخاصه اذا بدها تركز على الكورن فليكس، من ميله بتكون عم تاخذ الفطور، من ميله ثانيه عم بتخلي معدل السكر اعلى خلال النهار تبعها. هلا حياكلوا ترويقه وغشا صار الكورن فليكس كل النهار. مزبوط. لا هي يعني انه على الصبح بس، فيها فيتامينات ومعادن اكثر، واذا بدها تركز على بعض من المواد الغذائيه تركز على البوتاسيوم، بنلاقيه بالموز، بنلاقيه بالافوكا، بنلاقيه ببعض الفواكه، دونك فيها تزيدهم باكلها، حتى بالحبوب الكامله مثل الكورن فليكس، والبطاطا المسلوقه مع قشرتها فيها بوتاسيوم، دونك فيها تركز على هالانواع، ما تنسى الكالسيوم بالحليب ومشتقاته، وكمان الفيتامين سي اللي موجودين بالفواكه خاصه مثل الاورنج والحامض. نرجع كمان على بعض النقاط يعني تما نكون ذكرناها وحكيتي عن الهرمونات لما قلنا عن اللحام ايه او لا او هيك، هل فينا نعتبر نفس تغير هرمونات المراه قبل الدوره الشهريه او حتى لما تصير بعمر فوق ال 45 لل 50 وتصير بمرحله انقطاع الدوره الشهريه ممكن تشعر نفس العوارض؟ اكيد الكريفينج كثير من الاوقات وبيتاثر بهدول الهرمونات، حسب هرموناتك كيف عم بيتغيروا راح تعمل كريفينج، وهيدي بتلاقيها وبتشوفيها بالبي ام اس، دونك قبل دوره شهريه دائما بيطلع على بالها شوكولا او انواع معينه من الاكل، هيدي ايه معروف فيها ومثبت علميا. وحتى القلق يلي كمان بيكون عم بيرافقها وهو ذاته ممكن يرافق المراه الحامل. اكيد هيدي صرنا بالايموشنال، سو هدول الشقين موجودين خلال الحمل او خلال الدوره الشهريه او شوي قبل او حتى على انقطاع الميعاد، بغير من الهرمونات والهرمونات رح تأثر لها على شهيتها، يعني إذا الأنسولين عالي رح يطلع على بالها سكر أكثر، إذا كان لا مرقلش ما عندها مشكلة. إذا بدنا نحكي عن الإيموشنال إيتينج أو اللحام النفسي اللي بيكون، أنا ذكرت إنه في كثير نساء عندهم هالشيء إن كانوا مثلا بي إم إسينج أو حتى بدهم يحبلوا أو حوامل، كيف شو هو الايموشنال ايتينج وهو مزبوط؟ هو مزبوط اكيد النساء وحتى الرجال عندهم اياه، ولكن حسب الدراسات بين انه النساء متوجهين اكثر صوب القصص اللي بتنصح وصوب السكر، بينما الرجال متوجهين اكثر صوب القصص اللي فيها بروتين والقصص اللي ما رح تنصحهم، مشان هيك بتقطع مرور الكرام. بينما النساء عم بيعانوا من زياده وزن من وراء قد ما عم بياكلوا شوي قبل الشهر الدوره الشهريه او حتى خلال الحمل، مرات بياخذوا وزن اكثر بكثير من ما لازم لانه بالنسبه لها عم تعمل كريفينج ونزلت بالشوكولا وبالديسيرات. هذا اذا ما عبت مي كمان بقولوا هيدا اكيد، بس هلا بصيروا هينين لان بيروحوا، بس صح رح يروحوا، بس الوزن الزايد والدهون اللي اخذتها الزايده اللي هي ما كانت هالقد بحاجه لها بتتعذب فيهم بعدين، وكانوا كلهم من وراء شعور حست فيه فشت خلقها بالاكل. هلا هون شو نصيحتنا لها؟ انه فيها تاكل ولكن تجرب تاخذ سناكس يكونوا صحيين ما كثير بنصحوا، يعني طلع على بالها شوكولا تجيب السناكس او الشوكولا الصغير، البورشنز تنتبه على البورشنز، تخلي دائما عندها قصص صحيين بالبيت حتى ما تروح وتشتري قصص مش صحيه، وما تخليهم للشوكولايات بالبيت لانه اكيد لما يطلع على بالها رح تفتح يعني تنظف السوبر ماركت تبعها اصلا وما رح تحس ابدا بجلدي. هل انه في تراجع ولو ضئيل بالنسبه، الدراسه ليش قالت عم بيصير هالشيء؟ هيدا اللي لاحظناه انه خفوا الصبيان، جربوا يربطوها بالدراسه اللي حكينا عنها ولقوا انه بركة مزبوطه، لانه اللي لاحظوه بهال 40 سنه انه النساء عم بيتجنبوا البريكفاست ما عم بياخذوا الفطور انه لا يضعفوا يمكن بنظرهم بركة يضعفوا بركة عم بيشتغلوا اكثر بطلوا بالبيت، تغيرت الحياه ولاحظوا انه كان في 85% من النساء كانت تاخذ الفطور صاروا 75 ياخذوه،
فقال له الفتور، ونحن قبل بالدراسه قلنا اذا اخذنا فتور بيطلع لنا بنات اكثر، سو زادوا البنات بالنسبه للصبيان. وبذات الوقت مع انه النصاحه زادت بالعالم، طب زادت يعني اخذوا كالوري اكثر؟ لا، بس إن لانه صار في خمول اكثر وصار في عود اكثر، هي اللي خلت انه هدول الكالوريز يعتبروا انه they are low، وصار عندهم نتيجتهم عم تكون عكس ما كنا أكتر. عم نقول صح. يعني عن جد موضوع الواحد اذا بيتطرق فيه كثير كريستال فيه يضيع، فيه يضيع وما يعود يعرف شو المضبوط وشو شو الغلط. ولكن لكن انا نرجع هيك نذكر بالاجمال النصايح للمراه اذا حابه تجيب صبي، عشو تركز من نوع اكل؟ صح، اول شيء بدنا نقولها انه ما في قاعده اعملي 1 رح يطلع صبي واعملي 2 بيطلع بنت. اهم شيء اول قاعده تتجوز. اعطيني قاعده تقرر تجيب ولد. نفذ القاعده. مضبوط. فاول شيء ما في 1 2 هيدي انسوا امرها. ثاني شيء ما نفتح الانترنت ونمشي عليهم ونأذي حالنا ونروح فيتاميناتنا ومعادننا. في حال بدنا نسمع شوي من هيدي الدراسه نركز اكثر شيء على البوتاسيوم، على الكالسيوم، على الفيتامين سي، ما نروح البريكفاست تبعنا وناكل كورن فليك. هون بنجيب صبي اكثر، هدول يعني مش 100% اكثر، يعني بنزيد هيدي النسبه بدل ما تكون 50 50 رح تصير. طب واذا عبالنا نجيب بنت؟ اذا عبالنا نجيب بنت بدنا نقول انه ما بدنا ناخذ البريكفاست اللي هو شيء اكيد انا ما بنصح ضروري فيه. هو ضروري تحت يضل الميتابوليزم تبعي عالي، وما تاكل كثير كورن فليكس، يعني هدول الشغلتين هن اللي فيني اقولهم. وحتى فيما يخص بوتاسيوم وهالاشياء ايه يعني كثير بتصيري خايفه تقولي لحدا انه مثلا ما تاخذون يروحوا ينقصوا بجسمها ويصير معها شيء. مشان هيك هدول القصص لازم ينأخذوا كثير بتأني وتنفهم الدراسه كيف انعملت حتى نقدر نحط عن جد رولز، بس انه ان شاء الله يرجعوا يعملوا دراسات اكثر. يعني هي الشغله هينه فيهم عن جد يعملوها على نطاق اعلى، على عدد نساء اكبر، وعن جد يتابعون لفتره معينه. ولكن هون بيعود السؤال، هل مهم هالقد يدفعوا مصاري تيعملوا دراسه ويتابعوا هالنساء ويعذبون ويسالون شو اكلوا كرمال بس نطلع دراسه نجيب صبي او نجيب بنت؟ احلى كلمه يعني بنسمعها مثل ما الله بيريد، خلقه كامله نعمه زي الحقيقه، هي اهم شيء يعني. صح. لان كله ما بيفيد، ولا البنت احسن ولا الصبي احسن، كل واحد هو حاله بحد ذاته. مزبوط. يعني للحوامل يلي عم بيتابعونا هلا، ويمكن حكينا عن اصناف كثيره وفتحنا لهم شهيتهم، بس في حوامل على طول شهيتهم مفتوحه بضل يعني بياكلوا بنهم، يعني مش انه اكلوا شوي لان جوعانين واستحلوا، كمان هي مشكله لهم. صح صح. وهون عم ياخذوا اوزان، يعني مثلا بدل ما تاخذ 12 كيلو في منهم بياخذوا 20 كيلو 25 كيلو، ومن بعد الولاده هون المشكله بتوقع، نحن نقدر نشيلهم، شو رح يصير فينا، مشاكل زوجيه، التيابه ما عم يفوتوا فيه، هون ما بنكون عم نصلح بعدين، كثير صعب التصليح. كيف ممكن نقدر كريستال نبقى على يعني على الوزن الطبيعي؟ المرأة لازم تاخذه 10 ل 12 كيلو. صح، هذا هو اللي لازم تعمليه. شو الأصول يعني لازم نروح عند دايتيشن؟ أكيد أكيد، يعني صراحة توحدة عن جد تتبع دايت معين، يكون عم بأمن لها مواد غذائية وكالسيوم وفيتامينات لابنها، بذات الوقت عم تاخذ هالكالوريز وما تاخذ أكثر حتى ما تنصح، يعني كيف هالمعادلة كلها رح تظبطها هي لحالها؟ كيف إنه إذا عن جد طالعة بالها تاكل شوكولا وبدها تاكلهم رح تحس حالها جلتي وأخذت كيلو؟ يعني في نساء كمان كثير بينتبهوا على الموضوع، بيصيروا كل يوم يزينوا حالهم بس لدرجة إنه ما بياخذوا. أكيد السبور بيساعد، يعني أكيد المرأة الحامل لازم تعمل رياضة كل يوم نص ساعة، ولكن الفكرة إنه في منهم قد ما بينتبهوا على أكلهم بياخذوا وزن أقل من ما لازم. يعني الواحد لا لازم لا يزيدها ولا يقللها، لا يكثر. والشغلة الوحيدة اللي رح يقدر يعملها هو إنه ياخذ رأي طبي كيف كيف يتبع كل شهر بشهره، خاصة إنه كل 3 شهور بيتغير الدايت. يعني هدول كلهم كيف رح تعرفهم هي منها لحالها؟ ما حتعرفهم. كريستال، من خلال معاينتك لكثار من الصبايا أو الستات قبل الإنجاب وبمرحلة الحمل وما بعد، لأن اللي بيهتم بيهتم على صح. طول، هل إذا كانوا الأشخاص عندهم ميتابوليزم عالي بياكلوا ما بينصحوا قبل الحمل بضل نفس الشيء هن وحوامل، يعني كمان بياكلوا بيكبر بس بطنهم، ولا ممكن يصيروا من الأشخاص اللي بيبين الوزن فيهم؟
ما في قاعدة صراحة. حتى اللي عنده الميتابوليزم عالي مرات بياخدوا وزن أكتر. هون عن جد بدك تشوف إذا كانوا عم ينتبهوا على أكلهم ولا لا، لأنه حتى الأشخاص اللي بينتبهوا عادة على وزنهم ما بعرف ليه خلال الحمل بقرروا ما بقى ينتبهوا وبيفلتوا وبياخدوا وزن كتير. بقولوا ما عليه إنه هيك واحدة حبني إيه وبيرجعوا بيضعفوا، في منهم عن جد بيشيلوا ال 20 كيلو بتقولي ما معقولة. في أحلى منا لمرة بالحياة لو بطنك كبير بضلك حلوة ومهضومة، إيه وإنه بحبك جوزي لأنه حبلي وكلهم بيلاقوكي شو مهضومة. بلكي مشان هيك بيتركوا حالهم، بقولوا أنا بحق لي أنا إنه هيدي مش غلط إنه أنا حامل، فبحق لي يكون عندي بطن كبير وحتى أنصح. ولكن اكيد لا، هيدا الشيء مش لازم يصير لانه بضر مش بس فيها، بضر الولد وحتى خلال الولاده. مثلا النساء اللي بياخذوا وزن زايد مش قد الوزن اللازم، واذا الولد وزنه اكثر من اللازم. في منهم بياخذوا يعني اب تو 30 كيلو عم تحكي، بس في منهم هون بيقولوا انه عم بتعبي كانت يمكن ماي ما بيلزم لا صراحه لازم تتبع المعايير. كل مره قبل الولاده او قبل الحمل بكون وزنها وزن معين ومؤشر كتلة الجسم عندها معين، بدها تتبع تشارت. يعني في عنا جدول نتبعه قبل الولادة، قبل الحمل سوري، قبل الحمل كان وزنها إكس، هالقد لازم تاخذ وزن خلال الحمل. لكل حدا في إلو إكواسيون تقدر تعرف. نعم كريستال، يعني كثير أسئلة عم بيكونوا للحوامل يعني حتى للإنجاب. بالنسبة للإلاستيسيتي للجلد، هل في مأكولات ممكن؟ لأن نعرف مثلا بيقولوا زيت اللوز من الخارج بيفيد، بس هل إذا أكلت لوز ممكن يعطي نفس الإفادة مثلا؟ صح، هيدا الموضوع كتير دقيق. في نوعية أكل أكيد بدها تأثر على الجلد، يعني لما ناكل دهون صحية من بيناتهم اللوز، واللوز ليه بينفع؟ لأنه فيه دهون صحية، والجلد هي مكونة من دهون، فلما هي بتكون عم بتأمن هالدهون الصحية بتكون عم تساعد جلدتها يكون إلى الدهون الصحية، ولما تاكل بروتين بكمية منيحة بتكون عم تساعد الكولاجين اللي هو بيساعد كمان الجلدة، هدول كلهم رح يساعدوا جلدتها. ولكن في شيء تاني ما في مهرب منه، هي الوراثة أو نوع جلدتها. وفي شيء ثالث الرياضة، يعني فيها شوي بالرياضة وبالأكل تخفف هيدول المشاكل اللي بيصيروا معها بالإلاستيسيتي، إنه بتحسي صار عندها بركي يعني تشقق شوي، ما ضعفت السرعة أو السيلوليت، هيدول كلهم بتحسنهم بالدايت وبالسبار، ولكن مش انه بيتحسن 100%. في منهم بيعملوا دايت بينزلوا وزنهم ولكن بتصير عندهم ترهل، يعني كيف هون الاختصاصية التغذية فيها تنسق بيناتهم لما الجسم يكون مثلا في ترهل وفيه سيلوليت كمان؟ أضبط شغلة انه ما تضعف كثير بسرعة، خاصة للي عندهم كيلويات كثير عاليين. أول شغلة ما لازم تضعف بسرعة تيقدر شوي شوي هالجلدة تدب، وإلا إذا دغري ضعفت كيف وين بدها تروح هالجلدة؟ تاني شيء الرياضة، يعني هي وعم تعمل دايت لازم تكون عم تعمل رياضة، والدايت تبعها ما لازم يكون مبني على شيء قريته على الانترنت. ليه؟ بتروي عضلة وهو اللي كان معبى هو العضل، يعني إذا روحت عضلة ما روحت كتير دهون ما استفادت بالدايت، روحت عضلة ما بقى قادر هذا العضل يشد السكين أو البشرة مثل ما لازم، بتكون عم تضر حالها على عدة نطاق. ذكرت الرياضة، شو انواع الرياضه اللي لازم تعملها لما تترهل لنفترض؟ هل هي يا ترى العادي المشي؟ صح هو المشي كثير منيح، حسب اكيد كل واحد شو بيقدر يعمل، بس المشي كافي انه يحسن له مظهر جلدته. عم بحكي تردمل هون عاديه يعني او مشي عادي؟ مشي عادي، واكيد تعمل تمارين هو افضل شيء، ما نضلنا عم نعمل زيت نوع الرياضه. كل ما بننوع كل ما كل جسمنا عم بيتحرك، كل عضله بجسمنا بتعرفي لما بتعملي نوع معين رياضه بيتحرك نوع ما بيتحرك نوع ثاني، لازم كل جسمه يتحرك. اليوم حكينا كريستال بيدروسيان عن كثير من الامور، ولكن ركزنا على الصبيان والبنات. هلا يلي حضروكي قال اذا بيجينا بنت مثل كريستال بيجي خمس بنات حلوه وذكيه ومهذبه وكل الاشياء. اهلا وسهلا فيكي بحلقتنا، والى اللقاء قريبا بموضوع كمان شيء مثل